مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك بعد انتهاء مباراه الاهلي والداخليه وفوز النادي الاهلي باربعه اهداف مقابل هدف واحد. الف مبروك الفوز لكل جماهير النادي الاهلي. معانا بعد انتهاء اللقاء كابتن سامي انصار المدرب العام لفريق النادي الاهلي. كابتن سامي الف مبروك الفوز، اعتقد اداء اكثر من رائع وبقى لكم استراتيجيه واضحه جدا والحمد لله بتشتغلوا بيها وبتحققوا الفوز كمان. طبعا تحياتي كابتن ايمن، بقول له الف سلامه طبعا عليك. زي ما انت قلت مباراه مهمه جدا خصوصا بعد بطوله كبيره زي بطوله السوبر، يعني الراجل كان محذر طبعا من اهميه المباراه والدوافع اللي فرقه الداخليه بتمتلكها، يعني عشان تبقى عاوزه برضو تعمل نتيجه كويسه على بطل السوبر. فاعتقد الحمد لله كان استعداد مهم جدا بالنسبه لنا، والنتيجه الحمد لله واداء واهداف الحمد لله كانت كفيله ان تدينا الثلاث نقاط يعني، وتدينا ثقه وتدي جمهورنا ثقه. نوعدهم طبعا بمزيد ان شاء الله من الانتصارات الثانيه ورجوع الفرقه ان شاء الله للمنصات البطولات دايما يعني ان شاء الله. كابتن سامي، يمكن اكتر من لاعب مش بس كريم فؤاد النهارده واحد من نجوم المباراه، افضل لاعب في المباراه، قعدت اكتشافهم تاني بتتوظف بشكل اكثر من رائع. شايفين فرق كبير جدا في الاداء والتطور بين اللاعبين والاستراتيجيه بتاعتكم اتبانت في الملعب قوي. طبعا الراجل بيشتغل والحمد لله وبيهتم بالتفاصيل جدا، زي ما انت قلت تفصيله صغيره بس فرقت معانا في الاداء. يعني كريم قدم مباراه طبعا كبيره النهارده وكان نجم اعتقد من نجوم المباراه النهارده، برضو اكرم وقفشه وشريف وحتى وياسر طبعا ومتولي واشرف مكسب برضو كبير بالنسبه لنا. واعتقد كل الناس حتى الناس اللي نزلت النهارده عملت مجهود سواء بدني او رجوع تاخد ثقه شويه، تاو وشريف تاو وشادي وحسام حسن وهاني طبعا في مركز برضو جديد عليه يمكن يعني لعبه فتره كبيره لكن النهارده برضو بيأدي اداء مميز. فاعتقد الحمد لله اللعيبه عندها دوافع كثيره اللي هي عاوزه تعمل اقصى حاجه وعاوزه ترضي جمهورها وعاوز يتعوض السنه اللي فاتت يعني. فاعتقد ان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي وان شاء الله يوفقنا وان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه لجمهور النادي الاهلي. كابتن سامي، كان فتره توقف طويله داخله طبعا عشان سواء كاس العالم او كمان الارتباطات الدوليه والاجنده الدوليه، الفتره الجايه شايفها استغلال الامثله هيبقى ازاي وهتتعامل معاها ازاي؟ خلينا نقول ان احنا الحمد لله ختمنا مرحله كبيره بالنسبه لنا النهارده الحمد لله طبعا بثلاث انتصارات في الدوري وانتصارين في افريقيا وبطوله كبيره زي بطوله السوبر. فنهايه مرحله الحمد لله عملتها على اكمل وجه، يعني زي ما انت قلت بقى نستعد كويس للفتره اللي جايه. عندنا فتره راحه يعني نشتغل لحد حوالي يوم الثلاث وبعد كده نبدا ناخد الاجازه وبعد كده نرجع تاني بقى نستعد ان شاء الله بقى سواء لمباراه الدوري او لو الرابطه او ماتشات الكاس، فنستعد ان شاء الله للمباراه الجايه باذن الله. شكرا كابتن، متلقوا دوام التوفيق باذن الله. شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع كابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي. دايما يا رب النادي الاهلي موفق ودايما يا رب في الميعاد. كلمه لحضرتك، اتفضل.